واو السوبر ليج يعني كان والله فكرة كانت رهيبة، بس اني توقعت ابدا ما توقعت هيك. واو واو واو. اليوم يا جماعة الخير عندنا فكرة مجنونة لدرجة مو طبيعية. السوبر ليج يا جماعة الخير رح نبني دوري كامل من اقوى 20 فريق بالعالم، رح يجمعهم من الدوري الاسباني والايطالي والفرنسي والالماني والانجليزي، رح يجمعهم كلهم بدوري واحد وشوف مين بيقدر يحقق الدوري، دوري الابطال ودوري المؤتمرات. نعم يا جماعة الخير، ومتحمس جدا، والدوري الاوروبي طبعا لا ننساه، فمتحمس اني اشوف مين اقوى فريق بالعالم حرفيا من بين كل فرق العالم. اكتبوا لي برايكم بالبدايه مين بتتوقعوا انه ياخذ الدوري، مين بتتوقع ياخذ دوري الابطال. اكتب لي توقعك قبل المقطع تحت التعليقات، فكره رهيبه جدا حيعجبكم المقطع. خلونا نبدا. طيب اول شيء بنساويه يا جماعه الخير هو شو منار؟ اول شيء بتساويه اختار مدرب عادي جدا. الفكره شو يا جماعه؟ الفكره كالتالي، هنجمع بالدوري الانجليزي اقوى 20 فريق بالعالم، حنجمعهم بالدوري الانجليزي. يعني هذا هو الدوري الانجليزي حاليا؟ لا، نحن حنبدل مثلا برينتفورد، حنبدله، ما بدنا برينتفورد اللي يلعب يا جماعه، مثلا بدنا بدل برينتفورد نحط برشلونه، بوم برشلونه صار بالدوري الانجليزي، وحنجمع اقوى 20 فريق بالعالم بهذا الدوري، نخليهم يطحنوا ببعض، نشوف مين اللي بيحقق الدوري، مين اللي بيحقق دوري الابطال، مين بيحقق الدوري الاوروبي ودوري المؤتمرات، ونشوف مين اقوى فريق فعليا بالعالم حاليا. السوبر ليج ولكن على طريقتي الخاصة. فمثل ما انتم شايفين الان، هذا الفريق، هذا المول فريق، هذا الدوري عندك اياكس، ارسنال، اتلتيكو مدريد، حنشوف الدوري مع بعض، ولكن هي الفرق اللي اجتمعت بالدوري الانجليزي كامل حرفيا يا جماعه. ما في اي فريق ضعيف، ما بعرف مين شيل، يعني اذا بدي شيل شي فريق مين ممكن شيل ومين ممكن حط، بس يعني جبت من كل مثلا دوري فريقين خلينا نقول. فعن جد هيك اوروبي شيء خرافي. طيب هذا بالنسبه لهون، خلينا ندخل على المنافسات الاوروبيه يا جماعه ونشوف شو حاطين للفرق. مثلا بدو حاطين السيتي وليفربول ولايبزيغ من انجلترا. انا اخترت تدريب لايبزيغ، لا يا شباب ما راح اخذ لايبزيغ، انا راح اخذ مين؟ خليني اخذ السيتي. طبعا انا ما راح العب ولا راح اتعاقد ولا راح اعمل اي شيء، بس راح اقعد شوف تمام، بس انا حكون يعني عم درب السيتي بحيث اني اشوف هي الفرق كامله شو ممكن انها تعمل. يعني حاليا يا جماعه من الفرق اللي هي صارت بالدوري الانجليزي بعد ما جمعناهم عندك السيتي واليونايتد وريال مدريد وبرشلونه يا جماعه الخير، يعني عن جد شيء خرافي جدا، والان اجتمعوا لك بدوري واحد، قسما بالله شيء اسطوري. خلينا نشوف ترتيب الدوري الانجليزي واقوى 20 فريق بالعالم من جمعوا بهذا الدوري. عندك يا جماعة الخير يوفنتوس، انتر، ليفربول، السيتي، اليونايتد، ميلان، نابولي، مارسيليا، باريس سان جيرمان، لايبزيغ، ريال مدريد، روما، توتنهام، وبرشلونه، واياكس، وبقيه الشله. هدول السوبر ليج يا جماعه، اقوى 20 فريق بالعالم انجمعوا بدوري واحد حرفيا، قسما بالله. يعني انا ما بعرف مين اللي حيفوز بالدوري، ولا بدوري الابطال ولا بالدوري الاوروبي، ولكن متحمس انه نشوف ونكتشف مع بعض. انا ما راح اتعاقد مع حدا، ولكن مجرد اني حاقعد رائب فقط. شوف يا جماعه ما شاء الله لك بدايه الدوري، مباراه ضد ليفربول، بعدين ضد ريال مدريد، بعدين ضد اتلتيكو، بعدين ضد توتنهام، وهذا دوري الابطال، وعندك برشلونه وبايرن ويونايتد ورا بعض، قسما بالله شيء. هذا غير مباريات دوري الابطال لسه، والكاس حيمشي يا جماعه، الكاس يعني حيتواجهوا الفرق هي كلها بالكاس، بكاس الامارات وبكاس الاتحاد. يا لا اله الا الله، لا اله الا الله. طيب مبدئيا يا جماعه قبل بدايه هذا الدوري اللي هو السوبر ليج، انا بدي تكتبوا لي توقعاتكم لاول اربع مراكز بهذا الدوري. لا تنسوا انه مليان فرق، اتلتيكو، برشلونه، ريال مدريد، وبايرن ميونخ، ودورتموند، وليفربول، والسيتي، وتوتنهام، وارسنال، وكل هدول الفرق. بدي كل واحد يكتب لي توقعاته لاول اربعه بالدوري، مين اللي حيفوز بدوري الابطال والدوري الاوروبي، لنشوف مين بيجيب توقعات صحيحه من قبل طبعا ما نبدا. فهيا بنا بسم الله الرحمن الرحيم. حشوف بس هيك اول مباراه ضد ليفربول شو ممكن يعملوا، يعني ما راح العبها طبعا، بس انه حنعمل محاكاه هيك عادي. خلينا نشوف هيك كأول مباراة السيتي شو بيعمل مثلا، هل بيفوز؟ اوكي خسر السيتي أول مباراة من نونيز يا جماعة بالدقيقة 36، يعني نفس اللي صار تقريبا بالحقيقة صار هون يا جماعة لما نونيز بلعن وخسروا وقت البطولة. حلو الكلام. الآن يا جماعة بدأ الدوري الإنجليزي، أول أسبوع بالدوري الإنجليزي، مواجهة من بداية الدوري، أول مواجهة ضد ريال مدريد، مانشستر سيتي وريال مدريد يا جماعة، يا ساتر يا ساتر. أنا ما عندي فكرة السيتي شو ممكن إنه يعملوا، ولكن هي تشكيلة الريال وهي تشكيلة السيتي، وأنا حرفيا ما عندي فكرة شو اللي ممكن إنه يصير. حنعمل محاكاة، هي أول مباراة بالدوري ونشوف شو اللي بيصير. او ماي جاد، 3-1، لا اله الا الله، بنزيما بلعهم جولين يا جماعه، نظام الحقيقه يا جماعه، نظام الحقيقه، يخرب بيت الشغله. ودي بروين اللي سجل، حتى بالحقيقه دي بروين سجل، يا حبيبي يا حبيبي. هلا هيك مبدئيا خلينا نقول انه انتهت يا جماعه اول جوله ببطوله الدوري الانجليزي. خليني اشوف مبدئيا شو ترتيب الدوري. المتصدر يا جماعه ريال مدريد، واو اوكي، ارسنال، اتلتيكو مدريد، لايبزيغ، بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، برشلونه معه نقطه، ميلان ولا نقطه يا جماعه، باريس سان جيرمان مركز اخير مع ميسي مع نيمار مع مبابي، تشيلسي مركز 19، اياكس مركز 18، والسيتي مركز 17. يا ساتر يا ساتر. طيب خلينا نخلص هذا الشهر ونشوف عاد هل السيتي ممكن انه يتدارك الامور ولا الطريق المنحدره. اوكي ثاني مباراه تعادل، يعني واضح انه المركز الاخير تقريبا او قبل الاخير، والمباراه اللي بعد ضد توتنهام
اوكي فازنا 2-0. حلو الكلام، حلو الكلام، جدا حلو الكلام يا جماعه. طيب بالنسبه لترتيب الدوري الان، بعد مضي يا جماعه 3 جولات بالدوري، الصداره ما زالت مع ريال مدريد، والفريق الوحيد اللي قدر يحقق 3 انتصارات من اول 3 مباريات وما تعادل ولا خسر، يوفنتوس الثاني، ليفربول الثالث، برشلونه الرابع، يونايتد، اتلتيكو مدريد، بوروسيا دورتموند. طيب مين المركز الاخير؟ اياكس مركز اخير يا جماعه، وتشيلسي مركز قبل الاخير، نابولي بي اس جي معه نقطه واحده، لك معه ميسي ونيمار ومبابي، واخر شيء كل اللي مسجلينه يا جماعه جول واحد بس، جول واحد يا حبيبي. طيب اوكي عنا مباراه ضد برشلونه. طيب خلينا نشوف هذا الشهر عاد، انا متحمس اشوف الشهر هذا شو ممكن انه يصير، ما بعرف اذا ممكن نعمل موسم ثاني ولا لا، ولكن نشوف. اوكي برشلونه 1-1 وهي دوري الابطال، حلو. والمباراه اللي بعدها ضد بايرن ميونخ، ايوه 1-0، حلو فزنا على البايرن يا عم يدعس بس، وعلى وبالكاس فزنا ممتاز جدا. وعلى يا سلام يا سلام يا عمري، لا لا لا، شهر ممتاز هذا يا جماعه، شهر ممتاز من دون ولا خساره، كلام جميل والله، والله كلام جميل. هيك نحن كم يا جماعه هيك المركز الرابع صرنا بالدوري، او ماي جود، ما زال ريال مدريد متصدر. اوكي طيب شوف هلا 11 نقطه 14 نقطه، والله يا جماعه صعب. بي اس جي، بي اس جي تداركوا الاوضاع، بس واضح انه اياكس عم يغرقوا، اياكس ما معهم الا نقطتين، ودورتموند هابطين على الدوري الدرجه اللي بعد، روما، تشيلسي، يا ساتر يا ساتر، والله الدم يا جماعه. طيب هات نشوف يا جماعه الشهر اللي بعده، بدي القي نظره بس مبدئيا على بطوله الكاس، خلينا نشوف بطوله الكاس هل حاطين كل الفرق فيها الجوله واحد. طيب مو بطوله الكاس، اعطينا بطوله اللي هي، ورجيني ورجيني طيب وين كاس الكرباو هي؟ ايوه ايوه يا جماعه، شوفوا هي بدايه الكاس كانت كيف، وين وين الفرق يا جماعه؟ مو مشاركين كل الفرق، ليك برشلونه فاز وريال مدريد فاز، والمفروض انه نحن فزنا كمان، يوفنتوس فاز وبايرن فاز يا جماعه، حلو الكلام. هون هون طلعوا ارسنال بضربات الجزاء، والله انه نتيوس، اياكس فاز، لايبزيج فازوا، روما روما اوكي روما خسروا طلعوا، مانشستر سيتي تاهلوا، وبايرن يا جماعه طلع برشلونه حتى هون، استغفر الله، اتلتيكو مدريد فاز، وليفربول فاز وطلع بي اس جي. يا حبيبي يا جماعه هون منافسه ثانيه غير عن الدوري، بطوله كاس الكرباو هي كلها منافسه بين الفرق. طيب خلينا ندخل هلا على الشهر اللي بعده لنشوف. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، والله الشهر هذا مليان مباريات، عندك دورتموند وعندك ليفربول ومارسيليا وارسنال، يعني اسهل من باقي الشهور نوعا ما، وفزنا على دورتموند، حلو شكلي حاخذ الصداره والله. ريال مدريد يا اخي هن المصيبه، 2-1 كمان هون، حلو، لا لا تعادل مو منيح بدوري الابطال، 2-1 كمان على ليفربول، و3-1 هون، وربي كلام جميل، وربي كلام جميل، يا سلام يا سلام، وربي شهر ممتاز هذا يا جماعه. هذا ترتيبنا بمجموعه دوري الابطال، معنا 5 نقاط، يعني اذا فزنا بالمباراه الجايه بظن انه نتاهل، اظن. اوه اخذنا الصداره، الله اكبر الله اكبر يا جماعه، نحن متصدرين، ومانشستر وباريس سان جيرمان كان المركز الاخير صار المركز الثاني، ريال مدريد المركز، برشلونه سابع، برشلونه سابع وبايرن الثامن، اوكي شو قصدكم يعني بايرن 8؟ والله نايس. نابولي مركز اخير، دورتموند قبل الاخير، والله الصراحه اول 10 جولات تقريبا انقضى ربع الدوري، واو ما توقعت صراحه ما توقعت، باريس كان الاخير فجاه صار الثاني، شوف كيف بتقلب بثواني يا جماعه. طيب هذا الشهر اللي بعده، حلو هيك فزنا اول مباراه، هي بظن انه هيك نحن تاهلنا. مباراه ضد نابولي، اوكي خسرنا، نابولي كانوا سيئين اصلا يا اللي، راحت الصداره هيك. ميلان 2-1، اوكي كلوب روج، ايوه حلو هيك نحن ضمن التاهل. مباراه ضد الانتر 2-2، ومباراه تشيلسي يا جماعه الخير. طيب خلينا نشوف مباراه تشيلسي كم حنفوز ولا كم حنتعادل ولا شو. تعادلنا 1-1، حسبي الله ونعم الوكيل. اوكي ليكو ليكو مين متصدر يا شباب، ليكو اللي كان بالمركز الاخير، اللي كان بالمركز الاخير بعد شي 7 جولات، هلا سبحان الله صار متصدرين، متصدرين ما عادوا خسروا ولا عادوا تعادلوا. ريال مدريد يا جماعه صار بالمركز السادس، برشلونه مركز تاسع، او ماي جو، بايرن ميونخ وين؟ مركز 12، وليفربول مركز 14، يا ساتر، ارسنال هابط، ارسنال هابط، نابولي اللي من المركز 19 خسرني، مش هتعرفوا ان الدوري الانجليزي ما دخل فريق كبير وفريق صغير، اي فريق ممكن يخسر اي فريق. يا حبيبي على الشهر، باريس سان جيرمان المتصدر، وبعد روما وبعدها، او ماي جاد، اوكي لا يخسروني، تعادل يا جماعه، شكله اتاخذت الصداره، تعادل ثاني حسبي الله ونعم الوكيل. اوكي 4-1 كلام جميل، اياكس تهلي مركز اخير، اوكي تعادلوا معي يا جماعه، الفرق الضعيفه بس اللي عم تتعادل معنا، شو القصه؟ لايبزيتش 2-1، اوكي عندي مباراه ضد ريال مدريد نهايه الشهر، 2-2 يا شباب، فوزوا يا يا شباب، يرحم ابوكم، فوزوا يا شباب، بالله انه فزنا بالله، الحمد لله 2-1 على ريال مدريد، كله تعادلات هذا الشهر، اوه نحن متصدرين. نو لايبزيتش المركز الثاني يا جماعه، كانوا لايبزيتش هابطين وبرشلونه صار المركز الخامس، شو القصه شو القصه؟ وباريس هبطوا على المركز الرابع، بايرن ميونخ مركز تاسع، ليفربول مركز 14. طيب اوكي خلينا نلقي نظره يا جماعه على ترتيب المجموعات بدوري الابطال، وترتيب كمان الدوري الاوروبي، لانه ما القيت نظره لا على الدوري الاوروبي ولا حتى على دوري الابطال، يعني انتهى الان نص الموسم بتقدر تقول، فيعني خلينا نشوف. اوه خلصت المجموعات اصلا، السيتي تصدرنا نحن مجموعتنا، مانشستر تصدر، ريال مدريد تصدر،
بالنسبة لبرشلونة شو سووا؟ برشلونة تصدر كمان كل الفرق الإنجليزية أو اللي جمعناهم بالدوري الإنجليزي، تصدروا مجموعتهم بدوري الأبطال. دور 16 ريال مدريد ما بعرف ضد مين حيلعب، السيتي والشبونة اللي هن نحنا، وعندك يا جماعة مانشستر يونايتد حيلعب مع أوتراخت الهولندي. أوكي أوكي. طيب بالنسبة لليوروبا ليج شو اللي صار؟ الفرق الإنجليزية شو ساوت؟ ليفربول تصدر مجموعته، وويست هام تصدر مجموعته كمان. نايس. الآن هاي الجولة التمهيدية. هاي الهدافين. طيب أوكي. بالنسبة للدوري الإنجليزي الهداف هو سون 17 جول، والثاني هو دي بروين. يعني هالاند وين؟ أنا ما بعرف. هالاند مركز العاشر يا جماعة، إذا هالاند بيشوف إنه باللعبة حاطينه مركز عاشر كهداف حيزعل، عن جد حيزعل. طيب بالنسبة لدوري الأبطال الهداف يا جماعة دون، يا جماعة 7 جوال، دام دام يا دون، والله كلام جميل. طيب خلونا نمشي الآن بالدوري زيادة، عندنا شهر حافل، برشلونة وتوتنهام وروما، وعندك قرعة الدور ال 16 من دوري أبطال أوروبا انعملت كمان. لا نطلع من الكأس. أيوة حلو 3-0، والله كلام برشلونة حيخسروني صدقوني، برشلونة يا تعادل يا خسارة صدقوني. أوكي والله نايس يا شباب. ها أوكي خسرنا، سبحان الله ليك فوز على برشلونة وبيجي بخسر من توتنهام. أو حلو روما 4-2. تخيل يا جماعة لايبزيج ياخد الدوري، تخيل عن جد، أنا إذا لايبزيج بياخد الدوري عن جد أنا حانجلط. تعادلنا 1-1 حيعيدوها. بايرن فاز 4 والانتر فاز 4 يا جماعة، باقي اليونايتد وروما وبرشلونة. شو صار فيهم؟ برشلونة طلعهم بايرن وقتها. ريال مدريد وين؟ ريال مدريد وين يا جماعة؟ ليه لا برشلونة طلعوا من اليوفي بهذا الكأس؟ اوكي ريال مدريد وين؟ ريال مدريد طلع من ساندرلاند، من ساندرلاند. يا ساتر يا جماعة، يا ساتر يا المفاجآت. وأياكس طلع من فريق أول مرة بشوفه أصلا يا جماعة. لايبزيج المتصدر الدوري يا شباب. هي مين لعب بالإعدادات؟ شو القصة؟ حسبي الله ونعم الوكيل. 49 نقطة معهم، وبرشلونة مركز 9 وبايرن مركز 7، ليك ليفربول مركز 15. حسبي الله ونعم الوكيل. في حدا لعبان بالإعدادات الظاهر؟ يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، عن جد عن جد واو. طيب يا جماعة الآن دور 16، عندي مباراة ضد باريس والسيتي. وين مباراة ليفربول؟ أوكي مباراة ليفربول يوم 25. فزنا أول مباراة على توتنهام وتعادلنا ضد باريس 0-0. مارسيليا سهلين. ايوه 3-1 حلو. اوكي 2-1 ممتاز. ليفربول اذا فزنا عليهم خلص بنضمن الصداره. اوكي خسروني خسروني وهن مركز 15 مدري مركز كم. خلينا نشوف بالنسبه لترتيب الدوري حاليا، احنا بالمركز الثالث، باريس اخذ الصداره فرق نقطه واحده عن لايبزيغ، وريال مدريد مركز رابع. يعني تخيل انه لا برشلونه متاهل على دوري الابطال ولا اي فريق من هدول الفرق، كلها متاهلين. وارسنال هابط يا جماعه، واحتمال روما كمان يهبطوا يا حبيبي، وليفربول كمان ممكن انه يهبط. طيب اللي بعده هات نشوف. فزنا 2-1 على اليوفي، انا مباراه ضد كارديف سيتي. لا يطلعوني ايوه اصلي، احنا فزنا 2-1. ايه كلام جميل كلام جميل. 4-1 يا سلام، تاهلنا على فكره على دور ربع النهائي. خلينا نشوف يا جماعه بعد نهايه هذا الشهر مين اللي تاهل على دور ربع النهائي من دوري الابطال، بالنسبة ايضا للدوري الاوروبي. والله والله حماس صراحه. باريس متصدر يا جماعه، لايبزيج صار الثالث. طيب بالنسبه لدوري الابطال خلينا نشوف. هذا بالنسبه لدور 16 يا جماعه الخير. برشلونه تاهل من الفرق الانجليزي. اوكي ليك ريال مدريد طلع يا جماعه من فريق ما بعرف مين هذا الفريق، اي اي بي ما بعرف هذا مين الفريق، اللي بيعرفه يا ريت يقول لي. مانشستر يونايتد تاهل، اشبيليا تاهل، ونعملت قرعه دور ربع النهائي. وات ريال مدريد تاهل؟ لا والله تاهل. اوكي والله اني ما انتبهت يا جماعه، مفكرهم طلعوا. لا حلو ممتاز تاهلوا، كلام جميل. ريال مدريد واشبيليا، السيتي وفرانكفورت، برشلونه وفيا ريال، ومانشستر يونايتد وليل. يعني الفرق الانجليزيه كلها تاهلت، ريال مدريد والسيتي وبرشلونه واليونايتد يا جماعه كلهم تاهلوا. انا توقعتهم طلعوا والله. طيب بالنسبه لهذا الدور ليفربول شو ساووا؟ ليفربول تاهلوا يا جماعه، واو. ونيوكاسل تاهلوا او ويست هام تاهلوا. الان ليفربول حيواجه ويست هام او مو ويست هام، يعني ممكن يتواجه في الادوار المتقدمه. طيب بالنسبه لتوتنهام هل تاهلوا؟ وين وصلوا توتنهام؟ ايوه وصلوا ربع النهائي توتنهام، ما في غيرهم فريق انجليزي بهالبطوله، هن ونابولي طبعا الفريقين الانجليزيين اللي موجودين، فممكن انه يتواجه. يعني حرفيا 8 من الفرق الانجليزيه ال20 متواجدين الان بالبطولات الاوروبيه بالادوار المتقدمه. لا حلعب ضد فرانكفورت. نايس. هذا الشهر صعب، مباراه ضد ارسنال بعدين فرانكفورت، حلو 2-0، بعد دورتموند ولايبزيج. لايبزيج فزت عليهم خلص ما بتروح الصداره منهم. اوكي خسرت يا جا. لا انا متاهل اصلا. تعادلنا 1-1، وبعد مباراه ضد ميلان، وبعدين ضد برشلونه. هي المباراه شو ضد برشلونه؟ صلى على النبي يا جماعه، فزنا على الكاس والله ممتاز. استنى لحظه، برشلونه شو هي؟ او ماي جاد يا جماعه، عليك من اللي تاهل يا جماعه، كل الفرق الانجليزيه تاهلت. كل الفرق اللي جمعتهم بالدوري تاهلوا، السيتي وبرشلونه واليونايتد وريال مدريد، لا اله الا الله. طيب ليفربول تاهل؟ او ماي جاد ليفربول تاهل وحيواجه ويست هام. اذا ساعتها كمان نابولي تاهل هو وتوتنهام ساعتها تو ماتش. اوكي لا ويست هام طلعوا. لا وين نابولي ليكم متاهلين؟ او ماي جاد يا جماعه، او ماي جاد، اتمنى فرق من ال20 فريق بنص النهائي البطولات الاوروبيه، لا اله الا الله.
طيب بالنسبة للدوري يا جماعة الخير، مين بطل الدوري حاليا أو مين المتصدر؟ المتصدر هو باريس سان جيرمان، والثاني نحن، والثالث لايبزيج. يعني ريال مدريد رسميا فقد فرصة، أو لا مو رسميا، تقريبا فقد فرصة ينافس على مقعد مؤهل لبطولة دوري الأبطال. برشلونة ليك، برشلونة الثامن، والبايرن التاسع، ليفربول 13، واليونايتد أو ماي جاد يا جماعة، أو ماي جاد، أياكس هابط، هو ونابولي وأولمبيك مارسيليا. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، معقول باريس ياخذ الدوري؟ معقول؟ مستحيل. طيب خلينا ننهي هذا الشهر عن مباراة برشلونة الذهاب، وبعدها مباراة اليونايتد. طيب مباراة الذهاب 3-2 واليونايتد 2-2، او ماي جاد، اوكي 3-2، يعني ممكن يطلعوه برشلونة يطلع اللي هو مانشستر سيتي. ما بتعرف يا جماعة، هذا شهر الحسم حرفيا. خلينا نشوف. يوهو، تأهلنا تأهلنا يا جماعة، تأهلنا على برشلونة، تأهلنا على برشلونة. ثواني ثواني ثواني، عاد نشوف بالنسبة للدوري. او ماي جاد، والله شكله حيروح الدوري يا جماعة. طيب خلينا نشوف دوري الأبطال، ريال مدريد شو ساوى؟ اوكي النهائي يا جماعه، الريال والسيتي رسميا. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد. بالنسبه للدوري الاوروبي النهائي يا جماعه، لسه ما لعب الاياب، بس ليفربول واضح انه شكله حيتاهل على النهائي، ممكن ضد بي اس في ايندهوفن. هون نابولي تعادل مع توتنهام. يا حبيبي يا حبيبي. طيب شوف الان النهائي ضد ريال مدريد، وربي شهر حافل، بايرن وباريس وريال مدريد بنفس الشهر مع تشيلسي كمان، لا اله الا الله. طيب هي مباراه البايرن يا جماعه، اوكي خسرنا ضد البايرن، واضح انه الدوري راح. فزنا على اياكس وفزنا بالكاس، الله اكبر، نايس نايس. وتعادلنا هون وتعادلنا، ولا شو المباراه الاخيره؟ اوكي المباراه الاخيره خسرناها يا جماعه. طيب الان رسميا الدوري انتهى على هيك يا جماعه الخير. انا متحمس شوف شو ترتيب الدوري، مين اللي قدر انه يحقق بطوله الدوري الانجليزي الممتاز. طيب خلينا نشوف بالنسبه لبطوله الدوري مين اللي حقق البطوله. باريس سان جيرمان يا جماعه، تخيل الفريق المتصدر معه 76 نقطه فقط، يعني تخيل انه من موسمين السيتي اخذ الدوري ب 100 نقطه، الان اول فريق 76 نقطه. واو. بايرن المركز الرابع يا جماعه، ليك الريمونتادا اللي عملوها بايرن. لايبزيتش على ريال مدريد، انا ما بعرف كيف لايبزيتش على ريال مدريد وعلى من برشلونه ومن كل هاي الفرق. ليفربول مركز 12، ليك ارسنال 17، اياكس هبطوا، نابولي هبطوا، ومارسيليا هبطوا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا جماعه يا جماعة، انتم متخيلين اللي صاير الان؟ انتم متخيلين انه نابولي هابط يا جماعة، وممكن انه ياخذ بطولة اوروبية ويكون هو اصلا هابط لدوري الدرجة اللي بعدها؟ انتم متخيلين الفكرة هي؟ فاز ليفربول يا جماعة بالدوري الاوروبي 3-0، حلو الكلام حلو الكلام. طيب بالنسبة لدوري المؤتمرات يا جماعة، نابولي فاز ببطولة دوري المؤتمرات وهبط على الدرجة الثانية. اوه ماي جاد، يعني شلون فريق بيفوز ببطوله اوروبيه ودعس كل الفرق يا جماعه، ودعس توتنهام ودعس كل الفرق، اخر شيء هبط على الدوري الدرجه اللي بعده. لا اله الا الله، يعني كيف؟ يعني الموسم الجاي بيشارك ببطوله الدوري الاوروبي ولا كيف؟ لانه فاز مع انه هابط يا جماعه للدرجه اللي تحت. والله ما بعرف، قسما بالله ضحك. المركز 19 هذول هبطوا رسميا، خلص الدوري اصلا خير. او ماي جاد. طيب باقي الان النهائي، باقي الان النهائي. شوفوا ما راح العب النهائي صراحه، انا مالي عم درب السيتي، انا بس بدي اشوف مين اللي راح يقدر يحقق. انا ما همني السيتي حقق يعني او الريال، بس حابب هيك متحمس لشوف الريال ممكن ما حقق الدوري بس يحقق دوري الابطال، وبالتالي يعني خلينا نقول بيكون افضل. ولكن حنعملها محاكاه سريعه، نشوف مين الفريق اللي بيقدر انه يعمل شيء بهي المباراه. حنعملها محاكاه هيك من دون لعب، ما بدي العب. هالاند وصل، اوكي نسيت شوف الريتات انا، هالاند وصل 91 ريت، وعندك دي بروين تقريبا 91 كمان، فودن 88، جريليش 85، محرز 85، جوليان الفاريس اتطور، رودري صار 89، يخرب بيت القوه، ودياس 90، ورب الفريق جدا قوي صار، يا ساتر. طيب هي اخر مباراه بهذا الموسم، خلينا ندخلها هيك. شوفوا هي تشكيله ريال مدريد، فما حاجه عم يلعب اساسي كمان، فخلينا نشوف شو اللي ممكن انه يصير. تحذير لن يتم تقديم ها وات. اوكي 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 اوكي، انا متحمس شوف شو الفريقين شو ممكن انه يعملوا يا جماعه ضد بعض. مناطحه من العيار الثقيل بنزيما، وفرصه الانتقام لمانشستر سيتي بهي المباراه. السيتي بده ينتقم بهي المباراه. انا صح اني عم درب السيتي، بس انا اخذتهم اي فريق، يعني ما لي مستقصد اني درب السيتي او شيء، ولكن هي فرصه الانتقام للسيتي او اثبات الافضليه للريال. فما بعرف شو اللي ممكن انه يصير، ولكن بتوقع ان المباراه يكون فيها اهداف. طيب اوكي حلو 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 حلو. الابيض طبعا ريال مدريد، المفروض الابيض ريال مدريد، والاسود اللي هو مانشستر سيتي. ايوه ايوه، والله السيتي عم يلعبوا، ما له عم يتركوا الكره ليك الاستحواذ. والله سجلوا يا جماعه، فينيسيوس يا جماعه ما رحمهم، يخرب بيت القوه، يا ساتر. والله الفيني بلعهم يا جماعه بنهايه الشوط، اصلا بلعهم الجول. يا عيني الفيني. معقول السيتي يرجع ولا خلص؟ صح ريال مدريد ما قدر ياخذ الدوري، بس ممكن انه يحقق هي البطوله، وساعتها اثبات علو كعب ريال مدريد عن بقيه الفرق الاوروبيه، لانه هو اللي راح يقدر يحقق ساعتها بطوله دوري الابطال. اوه والله صدى، والله صدى يا جماعه. وين الكره؟ اوكي على الجناح.
حلو فينيسيوس والله داعس فينيسيوس. الثاني شكله والله شكله الثاني والله الثاني يا جماعه والله الثاني بنزيما بالعادات على السيتي. ما في اثبات الـ يعني العوده او شيء ما في يا جماعه. ريال مدريد بكل بساطه جاي فات يدعس السيتي بهالمباراه. يا ساتر ما توقعت يا جماعه يكون النهائي ريال مدريد والسيتي ابدا ما توقعت. توقعت شوف برشلونه وبايرن مثلا شيء مثل هيك، بس فعلا انه ريال مدريد يرجع يتاهل 2-1. اوكي نايس نايس. دقيقه 82 في امل في امل. والله ممكن يا جماعه والله ممكن اذا اخذوا فرصه اخيره. والله خلاص شكله والله شكله 3-1 ممكن. والله جي جي والله والله جي جي يا جماعه وربي جي جي. ريال مدريد دوري الابطال والسيتي الدوري الانجليزي. ابدا ما توقعت انه السيتي ياخذ الدوري. كان توقعي السيتي قصدي باريس سان جيرمان اللي اخذ الدوري الانجليزي. ابدا ما توقعت ياخذها السيتي او صراحه ريال مدريد، ولكن انه ياخذ الدوري الانجليزي كان ليفربول او مو ليفربول قصدي باريس. انا مضيع يا جماعه ما توقعت بالمره. ما توقعت ترتيب الدوري ببرشلونه مركز ثامن، توقعت توب فور على الاقل. ريال مدريد متوقع توب فور صراحه بالدوري، ليفربول متوقع الخامس او السادس. انما يهبط نابولي وياخذ بطوله اوروبيه هذا حرفيا يا جماعه شيء ما توقعته. ريال مدريد بطل بالحقيقه ولا باللعبه. فواو السوبر ليج يعني كان والله فكره كانت رهيبه، بس اني توقعت ابدا ما توقعت هيك. فواو واو واو, واو.